حفلة كل أغنية يبقى ليها لوح على المسرح بشكل جميل، بنحاول نقدمه، بنحاول نعمل علينا ونجتهد، كل واحد يشتغل بقلبه عشان يطلع ده. حتى لما لو يعني لو أي حاجة حصلت قدر الله، أنا يعني مش هبقى زعلان، أنا فرحان بيك وشايف كل واحد عامل ده، نعمل علينا وبيبقى ربنا يوفقنا فيه إن شاء الله بشكل كويس. أنا فرحان بيك كلكم يعني، وربنا يوفقنا دايما مع بعض. سقفولي بقى عشان بكره الباص اتحرك 4:30، مش الباص، مش احنا يعني مش الباص اللي استناني، احنا الساعه 4 في المكان. واهم حاجه، اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه اسمها ده المهم. لا 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 لا